السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهاردة طبعا يا حبايبي ان شاء الله هكلمكم عن الحاجات المهمة اللي لازم تكون معاكي كعروسة. انا طبعا يا بنات قبل الجواز كنت المفروض ان انا اكمل لكم باقي السلسلة، بس للأسف ما كانش فيه وقت، فعشان كده انا قلت ان شاء الله ان انا بعد الجواز هرجع لكم تاني واكمل لكم باقي السلسله علشان كل بنوته تستفيد من الحاجات دي. فياريت لو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد. ويلا بينا نبتدي الفيديو. طبعا يا حبايب قلبي انا حابه بجد ان انا اشكركم ان انتوا استنيتوني فتره كبيره جدا. انا دلوقتي بقالي 4 اسابيع ما بعملش اي فيديوهات خالص على اليوتيوب لان انا اتجوزت دلوقتي. انا جيت قبل الجواز واعتذرت في بوست عندي على المنتدى بتاع اليوتيوب وقلت فيه ان انا هوقف شويه الفيديوهات عشان الوقت كان ضيق جدا وما كنتش فاضيه ان انا اصور. فدلوقتي الحمد لله خلاص بدات ارجع لكم من جديد، وتابعوا معايا عشان في شويه فيديوهات تحفه جدا هتحبوها قوي الايام الجايه ان شاء الله. فيلا بينا نبتدي ونشوف ايه الحاجات اللي معايا في الفيديو ده. بس خدوا بالكم الحاجات اللي معايا دي يا بنات هدايا، فانا مش عارفه اسعارها للاسف، بس طبعا يا حبايبي هقول لكم على الخامات بتاعتها، هقول لكم هي منين بالظبط. فيلا بينا نبتدي. طبعا يا بنات الحاجه اللي ما ينفعش ما تكونش موجوده معاكي، مش شرط تجيبي يعني او يكون معاكي نفس النوع ده. لو هتجيبي اي براون عاديه مش هتفرق، اللي هي حتى الجهاز اللي هو الواحد اللي هو ما فيهوش اي رؤوس زياده اضافيه هيبقى كويس جدا، لان يا بنات الصراحه منجزه في الوقت وسريعه وما بتضيعش منك وقت خالص. طبعا يا حبايب قلبي البراون دي اللي هي سلك بيل 9 قبل كده شفتها برده في صيدليات كبيره وموجوده برده على السوق وجوميا ونون، تقدروا ان انتوا تجيبوها. بس دي طبعا يا حبايبي كانت جايه لي هديه من اخويا من بره، فانا للاسف مش عارفه سعرها ايه. دي بتشتغل تحت الميه وعلى الجسم الجاف عادي برده، وبتبقى شحن. وانا هفتحها لكم دلوقتي تشوفوا الحاجات اللي معاها. بيجي معاها زي كتالوج كده بيبقى فيه تعليمات يعني، وبيجي معاها الباج اللي هي بتشيلي فيها الرؤوس بتاعت الرؤوس بتاعت البراون نفسها. بصوا بيجي معاها الراس دي اللي هي بتاعت المساج وفيها برضو ملاقيط، دي الراس الاساسية بتاعت ازالة الشعر الملقاط بالملقاط يعني. وبيجي معاها الراس دي، بصوا هقول لكم بيتركب فيها ايه. بيتركب فيها القطع بتاعه التقشير زي كده تمام، والراس دي بتتشال وبتدخلوها عادي في الماشين، وانا هعرفكم ازاي دلوقتي. يجي معاها الاثنين الكفر دول، استخدم للمناطق الحساسه اللي هي البيكيني اريا والاندر ارم، وكمان تقدري تستخدميها لمنطقه الوجه والشارب برضو. يا بنات لو مش حابين ان انتوا تحطوا راس التدليك دي بتحطوها مكانها، علشان لو الراس دي بتزعجكم مثلا او كده او رخمه بتشيلوها عادي وتحطوا بدلها الراس اللي هي العاديه دي. وبيجي معاها كمان يا بنات فرشه تنظيف عشان بعد كل استخدام لازم تنظفيها عشان تحافظي على عمر البراون ان هي تعيش معاكي. طبعا يا بنات البراون حاجه ممتازه جدا ونظيفه جدا وبتعيش معاكوا فتره مش طبيعيه. انا كان معايا البراون اللي هي العاديه القديمه خالص اللي هي كانت جزء واحد، تقريبا عاشت معايا 7 سنين يا بنات، وبجد هي حلوه قوي. بيجي معاها التشارج ده اللي بتحط فيه الماشين نفسها، وانا هعرفكم ازاي دلوقتي. بيجي معاها 3 رؤوس، الراس دي للتدليك والراس دي للتقشير الشديد ودي للتقشير اللي هو الناعم. زي ما بقول لكم هما القطعه دي بتيجي معاها يعني، دي بتيجي مع دول عشان تعرفي تركبيها وتحطيها في الماشين نفسها. وبتيجي طبعا يا بنات القطعه دي زي ما انتم شايفين اللي هي بتاعه الشيفنج والقص الشعر، دي بتستخدم برضو الاماكن الحساسة اللي هي البيكيني والاندر ارم. بس انا بنصحكم بلاش تستخدموها لمنطقة الاندر ارم، مش حلوة خالص لان المكان ده حساس قوي، فلما انت بتعمليه شيفنج بعد كده الشعر بيطلع بحبوب وهيتعبك يعني، فمش حلوة قوي للاندر ارم. وتقدري برضو تستخدميها للجسم برضو يا بنات مش الحساسة بس. وبيجي برضو معاها اللي هي الكوفر ده، المكوة دي هي عشان مش موجوده بره في السعوديه وكده، انا طلبت من اخويا انه انا عايزه البراند دي نفسها، لان البراند دي يا جماعه انا مجرباها قبل كده، هي كانت مع اختي. بس الصراحه يا بنات بجد تحفه 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 فوق ما تتخيلوا. براند تورنادو دي يا بنات دي براند كوريا يا بنات، وطبعا ليهم بيج طبعا هنا في مصر، وكم لينك البراند نفسها هنا في انا سيب لكم لينك يا دنيله السوق،
انا هسيب لكم لينك البراند هنا في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، توصيل لكل حته يا بنات في مصر. ودي البراند يعني ده اللينك الوحيد اللي انتوا تقدروا تجيبوا منها المكوه دي علشان تبقى اصليه ما تبقاش فيك. بتيجي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات بالشكل ده، اللي هي العلبه المعدن. كان زمان ليها علبه كرتون اللي هي طبعا الاصدار القديم اللي هو مع اختي، بس الصراحه يا بنات تحفه بجد. انا هحكي لكم مواصفاتها دلوقتي ومميزاتها وكل حاجه. بتيجي معاها الكوفر الجلد ده، بصوا بجد يا بنات شيك جدا، يعني شيك ولذيذه. عايزه اقول لكم ان درجه الحراره فيها اعلى درجه حراره 480 زي ما انتم شايفين، بصوا 480، واقل درجه حراره فيها 330. المكوه دي حبايبي بتعمل بروتين، يعني لو انت عايزه تشتغلي في بروتين او حاجه زي كده بتعمل بروتين جدا وتحفه تحفه بجد يا بنات. وفي كوي الشعر انا مش عايزه اقول لك، لو انت هتكوي شعرك في ربع ساعه حلو قوي، يعني ممكن خلال 10 دقائق تكوني كويتي شعرك كله من اول ما بتحطي فيها شعرك، بتفرد على طول من اول مره. درجه الحراره بتاعتها قويه وشديده قوي، حلوه قوي يا بنات. بس طبعا لو شعرك ضعيف استخدمي درجات الحراره القليله، لو شعرك يستحمل او قوي تستخدمي الدرجات العاليه عادي مفيش اي مشكله. وطبعا البراند دي يا بنات كوري وعليها العلم بتاعها وعليها اسم البراند نفسها، وهنا الاصليه بتبقى محفور عليها البراند تورنادو نفسها. وزي ما انتم شايفين يا بنات بيجي معاها دي الاصليه، بيجي معاها شهاده الضمان من الشركه نفسها، يعني ما تخافوش يا بنات. بس بجد يا بنات تحفه، وانا بنصح بيها اي عروسه. وكمان اللي انا افتكره ان سعرها ارخص كتير من بيبي ليس وبراون، فبجد حلوه. بس خدوا بالكم دي ما بيتعملش بيها الشعر المبلول، لازم تنشفي شعرك كويس جدا باستشوار او تسيبيه ينشف عادي على الجو الطبيعي او الهواء الطبيعي. بس استحاله تستخدميها وشعرك مبلول، لان على طول هتتحرق منك، لان دي عايزه شعر جاف مش عايزه شعر مبلول. كعروسة لازم يكون معاكي ثلاث حاجات اساسيين، لازم يكون معاكي جهاز ازالة شعر، وممكن يكون براون او فيليبس، بس احسن حاجة هو براون الصراحة، بيعيش عمر كبير في الجهاز اجهزة ازالة الشعر. ويكون معاكي مكوة، ومش شرط تجيب المكوة غالية قوي بشيء فلاني، انت في مكاوي كتير بتبقى رخيصة وسعرها تحفة وامكانياتها عالية جدا، وبتبقى احلى من الماركات المشهورة او العالمية اللي هي المعروفة. فتعالوا بقى نشوف الحاجة اللي بعد كده. انا الاستشوار ده انا برضو اللي اخترته، هو كان جاي لي هدية بس انا اللي اخترته، لان خدوا بالكو يعني ان انت تجيب استشوار غالي في بيت ملهوش اي لازمة، لان انت اولا مش هتعملي شعرك استشوار بيه، او هتنعمي شعرك او هتفردي شعرك بيه. كده كده انا كنت جايباه بس الغرض واحد اللي هو تجفيف الشعر بعد كل شاور، علشان لما بتسيبي شعرك مبلول وكده ما بيبقاش صحي، بيقصف الشعر وكده. فانا دايما بستخدمه يعني على الهواء البارد، بستخدمه على الهواء البارد بيبقى صحي اكتر. واوقات بعض الاحيان بستخدمه للهواء بالهواء السخن بتاعه. بس الصراحة يا بنات جميل جدا، هو ماركته يعني محلية جدا، وموجود في كل محلات المستحضرات التجميل والكوافير موجود جدا. وده 400 واط يا بنات، بيجي معاه قطعتين، بصوا يعني بيجي معاه القطعة دي وفي قطعة تانية جوه. بس طبعا يا حبيبي انا ما بستخدمهمش، لان انا بحتاجه في تجفيف الشعر، فبستخدم دي على طول، بحسها ان هي بتجفف الشعر بسرعة. الصراحة يا بنات الاستشوار ده هو اسمه ماكس، بس الصراحة يا بنات تحفة 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 تحفة، بينشف الشعر جدا 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 وفي وقت قصير قوي. وكمان خامته كويسة، خامته كويسة، وكمان اعتقد انه ما كانش غالي. فبجد يا بنات تحفة، يعني انا بنصح بيه. ومش شرط ان انت تجيب استشوار غالي قوي او سعره فلكي علشان خاطر انا هنشف بيه شعري في البيت، لا خلاص، ما دام انت مش عايزاه لان انت تفردي بيه شعرك او تعملي بيه تسريحه معينه او فورمه معينه، لا خلاص جيبيه اي استشوار عادي، بس يكون درجه حرارته كويسه او درجه التجفيف بتاعته كويسه عشان يجفف شعرك اسرع من ان انت تقعدي مثلا نص ساعه او ساعه الا بتجففي شعرك باستشوار. نهايه الفيديو، يا ريت لو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش في القناة وتفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. باي باي.